السلام عليكم. الكوليرا قاتل جديد في اليمن المنهك. بين جحيم الحرب، حرب الميليشيا ووباء الكوليرا، يعيش المواطنون في اليمن مأساة ومعاناة حقيقية تفتك بحياة العشرات يوميا. مستشفيات مليئة بأعداد المصابين الذين يتزايدون بشكل متسارع، مما يجعلها غير قادرة على استقبال حالات أخرى، وجهود أممية ومحلية تقف عاجزة على وقف انتشار المرض حتى الآن. أكثر من 1300 حالة وفاة و200 ألف حالة اشتباه بالمرض في وقت تحذر فيه المنظمات الدولية من انتشار الوباء الذي عدته الأسوأ حول العالم. تهديد كبير يشكله المرض بعيد انتشاره في كل المحافظات اليمنية تقريبا، نتيجة ما خلفته حرب الميليشيا من تدهور لمنظومة الصحة والمياه. الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين باتوا يعانون صعوبة في الحصول على مياه شرب آمنة أو صرف صحي سليم. مشاهدينا الكرام، عن وباء الكوليرا الذي بات يحصد حياة العشرات يوميا، ودور الحكومة والتحالف العربي والسلطات المحلية والمنظمات الدولية في الحد من انتشاره، ستكون حلقتنا في هذه الليلة. نذهب لمشاهدة هذا التقرير. المأساة وحدها من تتصاعد في اليمن، فإلى جانب الحرب والجوع يخوض اليمنيون معركة أخرى مع قاتل جديد وهو الكوليرا. فالوباء الذي يواصل حصد أرواح المواطنين منذ إبريل الماضي بات يشكل تحديا صعبا للمنظمات والهيئات الصحية التي فقدت قدرتها على السيطرة عليه ومنع انتشاره حتى الآن. فمن يوم إلى آخر تشهد البلاد ازديادا في عدد الوفيات والمصابين، الأمر الذي أدى إلى انتشار الوباء تقريبا في كل المحافظات اليمنية، وهو ما عبرت عنه منظمة الصحة العالمية بقولها إنها تواجه أسوأ حالة تفشي للكوليرا في العالم. تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية ذكرت فيه ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى أكثر من 1300 حالة، في وقت وصلت فيه حالات الاشتباه إلى أكثر من 200 ألف حالة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كانت قد حذرت من تزايد انتشار الوباء، مرجحة أن تتجاوز الإصابات في البلاد حاجز 300 ألف حالة بنهاية شهر أغسطس المقبل. وكنتيجة لتسارع انتشار الوباء، قالت منظمة أنقذ الأطفال البريطانية إن المرض في اليمن أصبح خارجا عن السيطرة، حيث يتسبب بإصابة طفل واحد على الأقل كل دقيقة، في وقت يشكل فيه الأطفال تحت سن 15 ما نسبته 46% من عدد الحالات الجديدة المشتبه إصابتها بالوباء. وبحسب المنظمة فإن أكثر من 30 شخصا يموتون كل يوم بسبب المرض، جلهم من الأطفال. وترجع المنظمات الأممية سرعة انتشار الوباء وارتفاع عدد حالات الإصابات بالكوليرا إلى تدهور منظومة الصحة والمياه والصرف الصحي في البلاد نتيجة حرب الميليشيا، وهو ما انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين باتوا يعانون صعوبة في الحصول على مياه شرب آمنة أو صرف صحي سليم. وبرغم التهديد الكبير الذي يشكله الوباء نتيجة انتشاره في كل المحافظات اليمنية، إلا أن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة في مواجهة المرض. هنا في ريمة وتحديدا في عزلة الأبارة، شواهد كثيرة على غياب الجهود المطلوبة لمواجهة الوباء في المحافظة التي لا تحظى بأبسط مقومات الرعاية الطبية، على الرغم من تسجيل العديد من حالات الوفاة والإصابة. وكما هو الحال في ريمة، فثمة حالات كثيرة في ريف البلاد لا تصلها الكاميرا، وقد لا نسمع عنها، وهو ما تعجز عن رصده أيضا عيون طواقم الهيئات والمنظمات الصحية، كتلك التي تعاني منها مديرية المحابشة في محافظة حجة، حيث وجه الأهالي نداء استغاثة للمنظمات الدولية لمكافحة الوباء الذي وصلت حالة الاشتباه به هناك إلى نحو 600 حالة. وفي محافظة أبين جنوب البلاد وجه العديد من أبنائها نداءات عاجلة إلى جميع المنظمات الدولية بضرورة مساعدتهم لمكافحة الوباء بعد وصول أكثر من 50 حالة جديدة خلال 24 ساعة. عجز المؤسسات الصحية المحلية في مواجهة الوباء دعاها لمطالبة الجهات المسؤولة والمنظمات الدولية إلى العمل على زيادة مساعداتها الطبية، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالوباء ونقص الأدوية اللازمة لمكافحته. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ينضم معنا عبر الهاتف خالد الزعكري، مدير الصحة في مديرية كشر من حجة. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير، أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور. يعني أعلنت حجة منطقة صحي منكوبة صحيا، هل لاقى هذا الإعلان أي استجابة حتى الآن؟ والله المنطقة حجة بشكل عام منطقة منكوبة، وهناك يعني بعض الإجراءات التي توعدنا بأنها تتم، وهي مراكز معالجة وزوايا عروة في جميع في معظم المديريات. إلى حد الآن لم يتم تنفيذ شيء من هذا، وما زال الوضع على ما هو عليه، الوفيات في تزايد، والإصابة معدل الإصابة مرتفع، المنظمات الدولية لم تفي بما وعدت، الجهات الحكومية عاجزة عن تقديم أي دعم أو مساعدات، الوضع ما زال سيء، نحن ننتظر، المواطنين يموتون يوميا بالعشرات، الأطفال أرضى لهذا الوباء، الجميع ينادي ويناشد دون أي استجابة من أي جهة. نعم، إذا الدكتور يعني قلت بأن المنظمات لم تفي بوعودها، هل تواصلتم معها للإيفاء بهذه الوعود؟ وما هي الوعود بالضبط التي وعدتم بها؟ نعم، تواصلنا معهم ووعدنا باعتماد مراكز يعني مواقع علاجية والتي تسمى ما تسمى بزوايا عروة ومراكز دي سي يعني مراكز علاجية كبيرة. يعني كانت المفترض ان تتم في شهر رمضان المبارك البدء بالمعالجه، حيث الوباء يحصد المئات من البشر ويصاب الالاف ايضا. لم يتم هذا، قالوا لنا في العيد، الى وفي العيد لم يتم هذا. نحن الان بعد العيد وبعد رمضان والى الان لم تتم الوفاء. نعم، اذا يعني فقدنا الاتصال مع الدكتور خالد زعكري مدير مكتب الصحة في مديرية كشر، نحاول التواصل به مرة أخرى لكي نعلم على الأقل كيف هو الوضع الصحي في مديرية كشر التي أعلنت مدينة موبوءة بالكوليرا. يعني كنا نود أن نعلم عدد الحالات المصابة والمرصودة في المديرية. كما سمعتم الدكتور خالد تحدث عن وعود عديدة من قبل المنظمات التي وعدتهم بإيصال بعض الأدوية وإنشاء مراكز صحية، ولكن في البداية قيل لهم في رمضان، أتى العيد قيل لهم في العيد، وبعد العيد حتى هذه اللحظة لم يتصل أي معونات من قبل المنظمات الدولية. ما يؤسف في الحقيقة هو جملة الدكتور خالد حين قال نحن نشاهد المرضى يموتون يوما بعد يوم. هذه المأساة ليست فقط في مديرية كشر، في كثير من مديريات محافظة الجمهورية، وهناك عدد متزايد للأسف لانتشار هذا المرض. يعني بطبيعة الحال العديد من المنظمات أعلنت يعني فقدان السيطرة على انتشار المرض بهذا الشكل، في ظل نقص المواد العلاجية، وفي ظل أيضا عدم يعني الإمداد الكافي لحل ويعني معالجة هذه معدلات الإصابة بالكوليرا التي تتزايد. يعني قالت منظمة بريطانيا أن معدلات الإصابة بالكوليرا ارتفعت إلى 3 أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين. 46% من الحالات الجديدة مشتبه بإصابتها بالكوليرا هم من الأطفال دون 15 عاما. يعني جرانت بريتشارد المدير القطري للمنظمة في اليمن قالت إن المرض والجوع والحرب تسببت في عاصفة كاملة من الكوارث على الشعب اليمني، حيث يقف اليمن، ووصفته بأنه أفقر بلدان المنطقة، على شفا الانهيار الكامل، ويموت الأطفال بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية الكافية. ربما شاهد العديد من المتابعين صور كثيرة لعدد من الأطفال والنساء وهم ملقون على أرصفة الشوارع لا يجدون من يعتني بهم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا السيد عدنان حزام، نتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من صنعاء. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور، أهلا بك معنا. بداية، أصدرت اللجنة بيان حول خطورة الوضع في اليمن وانتشار الوباء المتسارع، هل لقيتم أي استجابة لهذا البيان؟ أعتقد أنه هذا البيانات وكذلك التصريحات التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ اندلاع الصراع الدائر حاليا في اليمن
كان يعطي مؤشرات أن هناك ستكون هناك كارثة إنسانية، كارثة صحية في ظل انهيار وكذلك شلل القطاع الصحي وكذلك الخدماتي، وعلى وجه الخصوص قطاع المياه وكذلك الصرف الصحي، مما أدى إلى انتشار هذا الوباء. نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر ومنذ بداية هذه الأزمة الصحية سارعنا من خلال إدخال المحاليل الإرواء وكذلك السوائل الوريدية الهامة جدا لإنقاذ حياة مصابي هذا المرض. نعم، إذا يعني الصليب الأحمر لقدت كمية من الإمدادات الطبية عبر طائرات لصنعاء، هل يمكن أن تحدثنا أين توزعت هذه الأدوية، في أي مناطق بالضبط؟ نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقوم بدعم 17 مركز لمعالجة الكوليرا في 8 محافظات. نقوم بتزويد تلك المراكز بهذه المحاليل، وكذلك يقوم بعض زملائنا بالإشراف وكذلك بتقديم العون الطبي لمعالجة حالات المصابة بهذا المرض. نعم، كم تقريبا غطت من الحالات هذه المعالجات الطبية أو المنح العلاجية؟ أعتقد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر غطت ما يقدر ب 19%. نعم. من الحالات. من هي الجهة التي مولت هذه المنح العلاجية؟ طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما يعلم الجميع هي تقدم مساعداتها التي يقدمها المانحين، وخاصة في الظروف الحالية هناك استجابة كبيرة من المانحين في هذا الجانب. نقوم نتمنى أن نستطيع أن نقدم المزيد والمزيد. لكن دعواتنا هو أن يكون هناك تعاون من جميع الأطراف وتحييد القطاع الصحي وعدم المساس في هذا القطاع الهام. نعم، إذا أستاذ عدنان، يعني هذه 19% يعني تقريبا ما استطعتم تغطيته، نسبة قليلة، تشكرون طبعا على هذه النسبة، ولكن في ظل هذا التضخم المتسارع للوباء، كيف يمكن أن تتضافر جهود جميع المنظمات الدولية حتى تحاول يعني كبح جماح هذا المرض؟ بالفعل هو ما نقدمه هو كذلك المنظمات الأخرى هو يعتبر الشيء اليسير وكذلك الشيء المتواضع مقارنة بالوضع الحالي، لكن نتمنى أن يكون هناك حلول جذرية لهذا الصراع. مثل ماذا أستاذ عدنان؟ مثل ماذا؟ أن يكون هناك حل سياسي يقوم بحل هذه المعضلة الإنسانية الكبيرة التي إذا لم يكن هناك استجابة خلال الفترة القادمة لها ستكون الكارثة أوبئة، ليس فقط الكوليرا. نعم، تقديركم للحالة في اليمن إذن؟ الوضع الإنساني بشكل عام سيء للغاية، هناك بنية تحتية للمراكز الخدمات العامة مدمرة، هناك شلل تام في القطاع الصحي وكذلك القطاع الخدمي، لا يستطيع اليمنيون الحصول على احتياجاتهم الأساسية نتيجة لصعوبة دخول المواد إلى البلد وكذلك حركتها داخليا، هناك معوقات وهناك أراضي نتيجة الصراع الدائر حاليا. نتمنى من أطراف الصراع أن تحيد المنشآت الخدمية وكذلك أن تسهل عمل المنظمات الإنسانية وكذلك تقديم المزيد في هذا الجانب. نعم، هل هناك تفاعل من الجهات الرسمية أستاذ عدنان والهيئة الدولية معكم؟ أعتقد أن التجاوب كبير جدا وملحوظ، حتى أن هناك تصريحات من بأن دول هناك تقوم بالتدخل المباشر في التخفيف من هذه المعضلة الصحية. نتمنى أن يكون هناك استجابة أكثر وأكثر وأن يكون هناك حلول جذرية في هذا الصراع. نعم، إذا أستاذ عدنان، يعني منظمة الصحة العالمية أيضا تحدثت عن أن هناك ثمة صلة وثيقة بين سريان الكوليرا وبين قصور إتاحة إمدادات المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، يعني أن هناك أيضا مشكلة في التوعية، هل تقدمون برامج توعوية إضافة إلى المنح العلاجية؟ نعم بالفعل، ومنذ بداية هذه الأزمة الصحية قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم متطوعي الهلال الأحمر اليمني في
في الكثير من المحافظات بتدشين حملة توعية بين المواطنين. حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 200 ألف شخص تم استهدافهم من هذه الحملات التوعية. نعم. بالفعل يجب التكثيف في هذا الجانب، كون أنه لو لاحظنا أن عدد الحالات المشتبهة هي أكثر من 200 ألف، بينما هي التي توفيت هي قرابة الألف وأكثر من 1300 حالة. هذا يدل أن هناك قصور في جانب التوعية، وهذا ما يحتم علينا وكذلك على المنظمات الأخرى وكذلك الجهات المعنية بتكثيف جهود التوعية. نعم. في هذا الجانب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور علي منصور حنشل مدير مكتب الصحة والسكان في أبين. مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم معنا. تعيش أبين دكتور وضعا صحيا سيئا، وهو ما نقلته ربما الصورة التي شاهدناها، كيف تقيمون أنتم كجهة رسمية الوضع الصحي؟ محافظة أبين هي من المحافظات اليمنية التي تنتشر فيها الإسهالات المائية الحادة. محافظة أبين ولله الحمد لا تزال تسجل حالات مستقرة، فنحن نعاني من الإسهالات المائية الحادة منذ منتصف شهر مايو 2017 إلى يومنا هذا 27 يونيو 2017. سجلت لدينا الماء حاد، كانت من هذه 5 حالات مؤكدة مصابة بالكوليرا و22 حالة وفاة في جميع مديريات المحافظة. نعم. إذا يعني هل لديكم يعني تواصل مع الجهات الرسمية، مع مركز الملك سلمان، مع الجهات أيضا والمنظمات الدولية؟ طبعا نحن يوجد لدينا تواصل بشكل يومي، ونشارك في كل الاجتماعات وفي كل ما يخص الكوليرا من هيلث كلستر وغيره. نعم. دعم جميع المنظمات ما فيها الملك سلمان، الهلال الأحمر الإماراتي، والصندوق الكويتي، وكذا من وزارة الصحة العامة والسكان ومن السلطة المحلية. فنحن في تواصل مستمر مع هذه الجهات. نعم، ما مدى إذن إمدادهم لكم بما تحتاجونه من علاجات؟ نعم. ومن احتياجات معنوية؟ نحن لدينا كل الإمكانيات مما تصف هذه المنظمات. نعم، إذن يعني هناك تقديم منحة لمكافحة الكوليرا في اليمن قدرها 60 ألف دولار، هل وصل محافظة أبين شيء منها؟ نحن نستلم السوتين في المحافظات الأخرى، لم يصل يعني لأبين فقط، فهو ما يصل للمحافظات الأخرى، فهو يصل لأبين. نعم، إذا يعني ما مدى الـ يعني النشرات التوعوية التي تقوم بها والبرامج التوعوية يعني لكي تصل للناس مفهوم كيف يمكن أن يحافظوا على أنفسهم من وباء الكوليرا؟ هناك كثير من المنظمات الداعمة والتثقيف الصحي، مكتب الصحة والسكان والصليب الأحمر عبر الهلال الأحمر اليمني وبعض المنظمات الخيرية والشبابية تقوم بالتوعية في مجال التعرف. نعم، يعني ما مدى سيطرتكم إذن على الوضع في أبين؟ نحن في الوضع الطبيعي لا نزال لنا، عدا يوم أمس تناقلت بعض وسائل الإعلام بعض الأخبار التي خلقت الخوف والهلع على كثير من المواطنين، الذي سجلت 86 حالة إسهال من مديريات قنفر الزنجبار في مستشفى الرازي، نتيجة أن القسم يتسع على 30 حالة، وكانت الحالات 86، ناهيك عن وجود مرافقين لجانب هذه المرضى، مما سبب الكثير من الخوف والهلع من المواطنين. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ علي منصور، دكتور علي منصور حنشل مدير مكتب الصحة والسكان في أبين، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، وينضم معنا أيضا دكتور خالد العسل المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية والإغاثة الصحية. مساء الخير دكتور خالد. مساء النور أستاذي العزيزة.
أهلا بك معنا. بداية الدكتور، يعني لو تحدثنا عن وباء الكوليرا الذي يتفشى بصورة سريعة جدا، برأيك يعني ما مدى معرفة الناس بخطورة هذا المرض وسرعة انتشاره؟ أولا مساء الخير. ثاني حاجة، مرض الكوليرا عبارة عن مرض ميكروبي بكتيري. السبب هو الانتقال، عن طريق التلوث سواء الخضار أو المياه. فالمواطنين بطبيعتهم لقوا التفخيخ صحي ووعي بهذا المرض، بحيث كيف نحد من هذا المرض. فأكبر مشكلة نواجهها موضوع إيش السبب أو مصدر خطر. ثاني حاجة الوعي الصحي للمواطنين. إذن يعني لو حدثتنا، يعني ما هي أكثر المناطق التي نال منها هذا الوباء؟ للأسف الشديد، والوباء يعتبر اجتاح أغلب المحافظات، بشكل جنوني ومتسارع، وفي صعوبة أن الجهات مش قادرة تحدد المصدر الرئيسي. نعم. برأيك إذا الدكتور، يعني ما هي أو كيف تؤثر حالة الفقر من انتشار المرض؟ لا طبعا، المرض انتشر في أوقات الحروب نتيجة الأوضاع الصحية التي تمر المناطق المتضررة. نعم. أي حرب صاحبها فقر، صاحبها وضع صحي مزدهر، مياه ملوثة، هذه أهم الأسباب الرئيسية. إذن ما هو دور مؤسستكم يعني في هذا الجانب؟ هل تقدمون أي يعني منح علاجية، أو هل تتواصلون مع منظمات دولية لمساندتكم في الحد من هذا المرض؟ كمؤسسة نحن تدخلنا في محافظة أبين في مديريات ميديا ولوجر اللي كانت منتشر الوباء بشكل كبير، فكان دورنا أنه نعمل على تشغيل مراكز الوحدات الصحية بحيث أنه يخف الضغط على المستشفيات المديريه والمستشفيات المركزيه. فهذا حد كثير من الضغوطات، واصبح المريض الذي يعاني من حاله حاده وخطيره يلقى الرعايه الصحيه الجيده. من نعم. مرض الكوليرا خلال ساعات يمكن المريض يروح علينا مضاعفات مثل فشل كلوي، ممكن يصل لحدوث يعني وفاه لا قدر الله. فكان فكرة المؤسسة أن تفعيل مراكز صحية بحيث أنها تستقبل الحالات الخفيفة والمتوسطة تعالج فيها، والحالات الخطيرة بعد المسافات الأولية حول المستشفى، وكانت تجربة ناجحة جدا، ونسعى أن نطبقها في المديريات الأخرى وفي المحافظات. ولكن كمؤسسة محلية لنا صعوبات نواجهها الصراحة. المنظمات الدولية تقوم بشغل جبار، المؤسسات المجتمع المدني بشكل عام تقوم بشغل جبار في هذا الجانب. نعم. نمر في أزمة إنسانية صحية خطيرة وتعم الوطن كامل. نعم. إذا كيف يمكن تلافي مثل هذه الأزمة الصحية دكتور خالد، يعني في ظل يعني تجاوب بسيط من المنظمات الدولية، في ظل عجز الحكومة عن تنفيذ برامج إغاثية في المناطق التي لا تسيطر عليها، إهمال الجهات التي يعني جماعة الانقلاب التي تسيطر على محافظات ولا توليها أي اهتمام لا صحي ولا يعني بيئي، كيف يمكن يعني الحد من هذا المرض؟ والله بشكل عام لا نقدر نلقي اللوم على جهة أو منطقة واحد، وإنما الجميع مشارك في نعم. عملية الإغاثة. كل واحد يقوم بدوره من جهته بعيدا عن الأعمال السياسية، فهذا عمل إنساني بحت. المنظمات الدولية مشكورة، كل واحد في مجهودات ذاتية، ولكن نتيجة لتسارع المرض وانتشاره والأعداد الهائلة، فجهة واحدة أو مجموعة جهات معينة صعب أن تغطي الموضوع، خاصة نتكلم على يعني أغلب المحافظات، حوالي 90% في المحافظات. فالشغل جبار ومحتاج إلى الكثير من التكاتف، المنظمات الدولية، الجهات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني اللي كان لها دور برضه كبير وبارز. الخروج من هذه الأزمة نقول بأقل قدر من الخسائر. نعم. وإن شاء الله بإذن الله نتأمل خير. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور خالد العسل، المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية والإغاثة الصحية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. ينضم معنا عبر الهاتف دكتور نصر العبسي، أخصائي أمراض باطنية من صنعاء. مساء الخير دكتور نصر. مساء النور والعافية إن شاء الله. أهلا بك معنا دكتور. يعني بداية نود أن تحدثنا عن الوضع الصحي بشكل عام في ظل انتشار وباء الكوليرا. والله الوضع الصحي حقيقة يعني في تدهور. نعم. بشكل مستمر، والأسباب تعود حقيقة لطبيعة مرض الكوليرا. يعني خطورة الكوليرا تكمن في أنها المريض يدخل في حالة جفاف شديد، في تدهور وظائف الكلى، هبوط في التوتر الشرياني في خلال ساعات. وهنا تكمن الخطورة، إنه المواطنين اللي هم في المناطق النائية لصعب وصول المساعدات الطبية لهم، وكمان لا يتوفر عندهم هناك مصادر المياه صحية، لا يوجد هناك عندهم توعية صحية، ما فيش أي صرف صحي هناك موجود، وبالتالي المواطنين يقضوا حاجتهم على يعني بجانب أو مصادر المياه اللي هم يستخدموها. هنا يحصل يؤدي أنه ينتشر الوباء بشكل كبير. نعم. وإصبح الوضع يعني بشكل متدهور. نعم. إذن يعني كل هذه الأسباب دكتور نصر يعني لم يتم السيطرة عليها حتى الآن، خاصة مع الوضع التي يعني تعيشه البلد. منظمات تشكو من قلة الدعم الموجه لها، لا تستطيع السيطرة على المرض بحكم يعني مساحة البلد الكبيرة وتوزعه في مناطق مختلفة. نعم، نعيش يعني كارثة حقيقية وبائية. يعني ما مدى تفاعل الحكومة، الجهات المعنية، المنظمات، المجتمع الدولي في ظل كل هذا التضخم الحاصل؟ حقيقة هناك تفاعل موجود من قبل الجهات المعنية، المنظمات الصحية الموجودة، ولكن للأسف يقتصر يعني دعمها بشكل رئيسي على المدن الرئيسية اللي هي يعني صنعاء وعدن وغيرهم، ولكن المناطق والمحافظات البعيدة والنائية يكاد يكون معدوم. يعني لأنه الوضع الآن لا يحتاج إلى مساعدات طبية عادية، يعني مجرد محاليل وريدية وغيره، ولكن نحتاج إلى عمل مخيمات طبية توفر الخدمة الصحية السريعة، يعني تكون قريبة وفي متناول المواطن، حيث أنه يستطيع أن يصل إليها في أقرب وقت. وهذا يحتاج أنه نعمل يعني مخيمات طبية مجهزة بكل الوسائل المتاحة لإنقاذ المرضى، لأنه هذون لا يستطيع أن يصلوا إلى صنعاء ولا إلى عدن، بالتالي يعني يموت المريض قبل ما يوصل الى اي جهه. نعم. هل يمكن تلافي الحالات التي تصل في البدايه، بدايه المرض؟ اذا استطاع المريض المصاب بالكوليرا خاصه، لانه هناك الان الاسهالات الحاده منتشره بشكل عام. نعم. ولكن الكوليرا بشكل خاص مثل ما تكلمنا في البدايه انه يحتاج الى إسعاف في الساعات الأولى قبل ما يدخل المريض في فشل كلوي وفي جفاف شديد. نعم. فبالتالي يعني يجب أنه يتم إسعافه في البداية. يعني نعم. إذا يعني المسألة أيضا تحتاج. نعم. المسألة تحتاج إلى التوعية يعني للمواطنين، هل يتم ذلك؟ إيه. المسألة تحتاج إلى توعية، يعني يجب على المواطنين أن يعرفوا طبعاً. يعني ما هي طبعاً. آثار يعني نعم. ما هي أعراض الكوليرا بالضبط. ومتى يجب أن يذهب إلى أقرب مرفق صحي، ما هي الأعراض اللي هي للكوليرا أصلا، وأنه لا يجب أن لا يتهاون في أنه يعني يلا مش مشكلة نعوض سوائل كذا، لا يجب أنه بسرعة يذهب إلى أقرب مرفق صحي. لكن المشكلة أنه أيضا التوعية الصحية تكاد معدومة في المناطق البعيدة. نعم. يعني هذه مشكلة أخرى. كهرباء وغيره.
نعم، يعني هناك يعني أن المناطق التي هي تعد معرضة للخطر، يعني كما تشير بعض المنظمات الصحية، الأحياء الفقيرة المتاخمة للمدن حيث تنعدم فيها البنية التحتية الأساسية، مخيمات المشردين داخليا أو اللاجئين التي لا تستوفي أدنى متطلبات يعني لتوفير إمدادات نظيفة للمياه النظيفة ومرافق صحية، أو المناطق التي تتعطل فيها شبكات الصرف الصحي. يعني كيف يمكن إنقاذ مثل هؤلاء الذين يعني في الأساس هم بعيدون عن الإعلام، بعيدون عن التوعية، بعيدون عن وصول هذه المنظمات الصحية؟ حقيقة الوضع يحتاج إلى وقفة جادة من الكل، يعني نعم. سواء كان من الجهات المعنية، الحكومة، من الكل، يجب أن يضعوا الصراع والحروب جانبا، يلتفتوا المواطن الذي يعاني الآن من يعني كارثة صحية بمعنى الكلمة. نعم. فيجب أنه يساعد المنظمات الصحية بأن توصل إلى هذه الأماكن، وأنه يقيموا هناك مخيمات صحية يكون يعني آمنة، لأن الآن الوضع يعني لا يستطيع أن يعملوا توعية صحية، ولا يستطيع أن يصلوا إلى هذه المناطق أيضا، ولا يوفروا لها أيضا يعني المصادر المياه صحيحة، ولا أدوية يعني للإسعافات الأولية. فالوضع متفاقم وسيء، يجب أن الكل التعاون بحيث أننا نقدر نسيطر على هذه الجائحة، لأن لها نواحي عديدة مثل ما ذكرتي، يعني توعية صحية، مصادر مياه، توفير العلاج للناس المصابين أصلا، فهذه تحتاج تكاثف الكل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور نصر العبسي، أخصائي أمراض باطنية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وانضم معنا أيضا عبر الهاتف من الرياض الكاتب فهد سلطان. مساء الخير أستاذ فهد. أستاذ فهد هل تسمعني؟ نعم، أهلا وسهلا بك ومرحبا. أهلا بك أستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني بطبيعة الحال أكيد تتابع الوضع الصحي في اليمن، نداءات إنسانية عاجلة، نداءات صحية تنذر بحلول كارثة صحية على البلد، كيف تقيم أنت كمراقب الوضع في ظل يعني حكومة شرعية لم تستطع التدخل بما في الكفاية، تحالف عربي يجب أن يقف مع اليمن في لحظاته الحرجة، حكومة انقلاب لا تقدم ربما يعني المدن التي تقع تحت سيطرتها الأشد سوءا في ظل وباء الكوليرا؟ نعم، مع الأسف الشديد الجميع بلا استثناء يستثمر في هذه الكارثة المروعة، وكل من يلقي بالتهم أو يحمل الطرف الآخر فيما الشعب اليمني هو الذي يتحمل مرارة هذه الكارثة المروعة التي حتى الآن كل الجهود سواء المحلية أو الإقليمية لم تصل إلى مستوى ترويع هذه الكارثة. على مستوى الحكومة الشرعية حتى الآن وكأن الأمر لا يعنيهم، أنا لم أجد حتى الآن أي تصريح بحجم الكارثة أو حتى بنفس هذه الكارثة، لا من خلال رئيس الجمهورية ولا النائب ولا رئيس الحكومة، كل التصريحات التي خرجت أو كل الخطوات التي قاموا بها هي أقل بكثير من حجم الكارثة. بالنسبة لجماعة الحوثيين هي أكبر من يحاول أن يستثمر هذه الكارثة بشكل كبير على من أجل محاولة استعطاف العالم واستعطاف المنظمات الدولية وتحمية الطرف الآخر. نعم. لا يعول على مثل هذه الميليشيات أو على جماعة الحوثيين أي شيء، على الأقل إذا ما نظرنا إلى الأطباء أو إلى الأشخاص المتواجدين داخل العاصمة صنعاء وكيف ينقلون، كيف تتعامل جماعة الحوثيين مع هذه الكارثة المروعة. بالنسبه لباقي الاطراف هي تحاول ان يعني لا يوجد حتى الان طرف حقيقي ينظر لهذه الماساه الكارثه ويعمل على احتواء هذه كل الطرق، لا زالت كل يعني كل ما يقدم حتى الان هو يعني شكل بسيط جدا امام وسائل الاعلام، لكنه لا يواجه حجم الكارثه. يعني حتى الان لم يستطع الجميع احتواء هذه الكارثه او على الاقل ايقافها عند حدها، لا زالت تتمدد كل يوم، لا زالت الاعداد تتزايد من فتره لاخرى، لا زالت الكارثه اليوم او هذا الوباء يكتاح مدن وقرى جديده ويموت العشرات كل يوم ويتوسع بشكل كبير دون ان يكون هنالك حد حقيقي لمثل هذه الكارثه. ربما ان الجميع ينتظر ان تحصد يعني اكبر قدر ممكن من اجل ان تكون في المستقبل كل طرف يربي به عن طرف اخر.
نعم. إذن أستاذ فهد، يعني يقول سجاد محمد ساجد مدير منظمة أوكسفام، الكوليرا مرض من السهل علاجه والوقاية منه، لكن في ظل استمرار القتال فإن تلك المهمة تزداد صعوبة، هناك حاجة إلى جهود إغاثية ضخمة الآن، هل يعي المسؤولون ذلك؟ حتى الآن كما قلت أنه لا، حتى المنظمات الدولية السؤال لي؟ نعم نعم، يعني حتى المنظمات الدولية الآن هي تنتظر المعونات من الدول ومن عدد من الدول المانحة، لكن حتى الآن هي لم يقم هنالك كما قلت لم يتم احتواء الوباء بشكل كبير. لا زالت كثير، يعني نحن الآن على الأقل نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة أبين ووضع الناس يعني وهم ملقين على داخل مدرسة هكذا على الأرض على الرصيف بشكل مرعب. لا يوجد احتواء حقيقي، على الأقل كان ينظر للحكومة أن تشكل لجنة أزمة في يعني الاحتواء هذه القضية يعني أمام الرأي العام على الأقل. يعني تأمل على مستوى الإعلام الرسمي، الإعلام الرسمي أو الإعلام المرافق، لا يوجد هنالك، يعني لا يشعر المتابع لهذه الوسائل الإعلام أو للحكومة بأن هنالك كارثة مروعة حقيقية تجتاح اليمن، وهي البلد الوحيد في العالم الذي تتواجد فيه هذه الكارثة. هنالك تصريحات دولية تقول بأن هذا الوباء لا يوجد في أي دولة بالعالم، وأنه يجتاح يعني المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ. نعم، إذن في ظل كل هذه النداءات أستاذ فهد، يعني البيانات تلو البيانات، للأسف شديد هناك مناطق لم تصل إليها الكاميرا، لم يصل إليها الإعلام، ولم تصل إليها لا المنظمات الدولية ولا الحلول التي ربما تعد آنية. يعني اليمن تصنف بأنها ربما تصاب بكارثة المجاعة، اليمن تصنف بأن بها وباء الكوليرا، وربما إذا استمر الوضع على ما هو عليه يعني سيصبح كما تفضلت الأسوأ في المنطقة. الحرب المستمرة يعني أكثر من إشكالية تحيط بالبلد، ربما تلقي به يعني من فوهة برهان إلى قعره. يعني ما الحل برأيك في ظل كل هذه التعقيدات التي كلما يعني طال أمد الحرب ظهرت مشكلة جديدة؟ أنا أقول أن هناك في قضية مسكوت عنها، أو أن المنظمات الدولية لا تريد أن تتحدث عنها. على الأقل أنا يوجد لي أقرباء أطباء في العاصمة صنعاء في مستشفى ثور بصنعاء يتحدثون عن عرقلة من قبل جماعة الفوتيين أن المنظمات الآن يعني على مستوى الأطباء لا يستطيعون أن يتحدثون عن العراقيل التي يضعها الفوتيون أو المقربين منهم في تلك المستشفيات أو في تلك المؤسسات. المنظمات حتى الآن لم تتحدث عن جماعة الفوتيين وما تمارسها وكيف تتعامل مع مثل هذه الجائحة التي تجتاح المدن والقرى بشكل مخيف. هذه هي نقطة مهمة، حتى المنظمات لا تستطيع. المنظمات اليوم وقعت بين شيئين، أنها لا تستطيع أن تتحدث أمام العالم عن جماعة الحوثيين كيف تعرقل الوصول مثل الفرق الموجودة أو حتى على مستوى العلاجات. بل وجدنا بعض الحوثيين من يظهر في وسائل الإعلام من يتحدث أن بعض يسخر من بعض الأدوية ومن بعض ويقول أن هذه الأدوية هي لقتل الشعب اليمني وأنها مرسلة من الإسرائيل من أمريكا ومن إسرائيل ومثل هذه الأشياء. يعني هذه نقطة مهمة، أن جماعة الحوثيين هي تعرقل وصول عدد من الفرق. أن قادرة جماعة الحوثيين اليوم مثلا أن تشغل محطات الكهرباء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتحت قدرتها وتحت إدارتها، هي ترتبط بها هذه التي يمكن أن تساهم بطريقة أو بأخرى في تخفيف هذه المعاناة أو على الأقل احتوائها. نعم، إذن أستاذ فهد، ما الذي يريده المجتمع الدولي من اليمن في ظل كل هذه التعقيدات؟ لا نجد أن هناك حراك حقيقي لحل المسألة، الجميع يعلم أن ما تمر به اليمن حله يعني بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية، وأيضا يعني محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا البلد. إلى متى سيظل ينتظر المجتمع الدولي والعالم ويعني موت جميع اليمنيين؟ على مستوى اليمن هنالك تقاسم مصالح، حتى الان لم الدول التي تمسك بالملف اليمني حتى الان لم تتفق او لم تتضح رؤيه في تقسيم مصالحها على مستوى اليمن. هي
تنتظر مزيدا من الوقت، وبالتالي سيبقى الوضع كما هو الان حتى يتم الاتفاق. المملكه العربيه السعوديه بالدرجه الاساسيه هي الماسك في ملف اليمن، ودوله الامارات وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه. حتى الان لا يبدو ان هنالك حل حقيقي في الافق، هنالك ولا حتى مؤشرات يمكن البناء عليها. يقول بان هنالك حل سياسي ممكن ان يكون البدايه لحل بقيه المشكلات. لا زال الامر يراوح مكانه في الوضع الطبيعي، وما يجري على المسار السياسي يجري على باقي المسارات الاخرى. نعم، إذن يعني في ظل ما أن اليمن تقتله الكوليرا أستاذ فهد، يعني أضف إلى هذه الحرب المدمرة، برأيك ما هو الدور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الكارثة، على هذا الوباء؟ كيف يمكن أن يسهم في توصيل صوت اليمنيين إلى العالم؟ والله إذا استطاع الإعلام أن ينقل هذه الحادثة بعيدا عن تأثير السياسة، أن ينقل الحادثة كما هي بعيدا عن تأثير السياسة أو تحمل طرف الآخر، فسيكون استطاع أن يخترق أو أن يقدم شيء جديد. لكن أن تتحدث الإعلام وكل يعني أن يكون الإعلام غير محايا في هذه القضية ويبني الطرف الآخر على الطرف الآخر، هنا تتفاقم المعاناة بشكل أكبر. يتطلب من الإعلام أن ينقل المعاناة الحقيقية، أن ينقل الصورة بشكل أوسع، أن يقترب من حياة الناس، أن يعني ألا أن ينقل الصورة أكثر، أن يعتمد على الصورة أكثر مما يعتمد على التعليق عليها. هنا وأنا أحيي قناة بلقيس على مدار رمضان كامل، وأنا أتابع قبل صلاة المغرب وهي تعرض صور ومشاهد وقصص عن 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 حياة الناس، يعني عن الجرحى، عن الشهداء في مدينة تعز وعدد من المحافظات. كان عمل كبير وجبار. اتمنى من قناه بلقيس ان تستمر، وبقيه القنوات ان تستمر في نقل المعاناه، ان يتم نقل المعاناه بعدد من اللغات الاخرى الى عدد من الشعوب والمنظمات الدوليه. بالنسبه للمسار السياسي، لا اعتقد ان هنالك يعني ان هنالك استشعار حقيقي لحجم الازمه. المنظمات الدوليه العامله تحت دولها منظمه الامم المتحده مع الاسف اظهرت او كشرت عن انيابها، واظهرت الصورة سيئة ربما تبعناها في خلال فترات سابقة، أنها تستثمر مثل هذه المعاناة ليست محصورة في اليمن بل في سوريا ومن قبلها في فلسطين ومن قبلها في عدد من الدول الآخر التي كانت تكتاحها مثل هذه المشكلات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، ربما يعني بعض النصائح الطبية التي تكرر دائما لأجل الوقاية من وباء الكوليرا: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده عند الدخول إلى المرافق الصحية، أيضا محاولة غسل الخضروات جيدا، أيضا غلي المياه إن لم تتأكدوا من نظافتها، الإسعاف في حال الاشتباه ولو بنسبة بسيطة في حالة كوليرا، يعني لا تنتظروا بمرور ساعات كما تفضل الدكتور نصر حتى يمكن لا قدر الله إسعاف المريض، محاولة توعية الآخرين بهذا الوباء. حمانا الله وإياكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لمتابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.